مرور سنة على أحداث حزب الأمان، وعنا خيالنا في القصرين حبوا يجيبونا هدية، هو في الحقيقة الشاعر سي محمد علام الدين العسكري، فليتفضل. تفضل سي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تونسي مغربي أفريقي، لا تركي ولا سعودي ولا قطري. قم لا إذا نادى الحمى أسدا به، هبت متى انضام العرين فتزأر فوق الطغى سب تزول أمامه، أسس الجبال بسيله تتعثر. بلغ الصدى فوق المدى كمحفز أو وصفة تشفي العبيد فينفر، وبلا استعيد للحمى رهط به، كانوا أداة للطغاة تتنافر. قل لأقيم الأرض بالحق الذي يحيي الرفاة من القبور وينشر فيه السواعد للبلاد دعامة، تبلي الجسور مع المواني وتبذر، وإذا بهم مكر يؤسس للهوى نحو الخراب مهمة وتجمهر. قد فرقوا ما بيننا من أجل من هاموا به أسلافهم وتجبروا، كرسيهم لا موطني من يجتبى إلا المقلد للحمى يتنكر. لهويتي لا يرتجي بل منكر، سب الأصول مع التلاد ويمكر. أنا تونسي قاعد في مذهبي، تاج الأفارقة الكرام محرر. لا تابع خلف الظلال مقلد، بل قلدوني في الإبا فتحرروا. ألم الأثار الرعب في أعراشهم، أنا جب سرورا في الظلام تحير. ألم بوعد الله أشرق فاتحا، ألم يثير الممات وينشر. ألم يغير على الطغاة بمشرق، باعوا الديانة والبلاد ويغدر. أنا مغربي ثابت لا ينثني، شهد الرباط بموقفي، شهد الرباط بموقفي والعسكر. ابن الجزائر في الحمى سيف العلا، مثل الرياء مثل الرصاص على العدا يتفجر. واسأل إذا شئت الحمى يتصدر، كل الوغى قد سيروه البربر. واختر إذا رمت العلا بين البشر، وسل الدلاع أيان كان الأجدر. والسلام عليكم ورحمة الله.